أخبار اليوم. انتوا اتقبض عليكم ليه؟ عشان نزلنا خطفنا واحد اسمه الدكتور أحمد مرتضى، خدناه وطلبنا منه فدية. طلبتوا فدية قد ايه؟ 1,000,000 جنيه. اتفقتوا على ايه؟ يعني ايه بدايتكم ازاي؟ بداية القصة ازاي؟ أبو اسلام اتكلم قال في واحد وكده وهتنزلوا تلات دور في حاجة عشان نزعل الناس ومش عارف ايه والكلام ده، ونزلنا جبناها ونزلنا خدناه من على الطريق اتأمن عليه، ونزلنا خدناه من على الطريق. اتفقتوا ازاي؟ اتفقتوا ازاي يعني؟ اتفقتوا ازاي؟ اتقابلنا على التليفونات وعربية جت خدتنا وطلعنا على الطريق بتاع دمره وخدناه من على الطريق بتاع دمره وهو راكب العربية بتاعته. خدتوه ازاي؟ ضربنا نار عليه. ضربتوا نار عليه؟ ضربتوا نار بإيه؟ بالحاجة اللي موجودة. بالسلاح ده يعني؟ أيوه. مين اللي كان معاك في الواقعة دي؟ كان مع محمد، كان مع ثروت، كان مع عبده، كان موجود ابو شيماء. واحمد اللي هو بتاع سنتين. بعد ما خدتوه وديتوه فين؟ وديناه سمتايا. فين؟ وديناه في بيت وغمينا عينيه وقعدنا. وبعدين؟ وعالجنا. وايه اللي حصل بعد كده؟ قلنا قال لي عايز اكلم اخويا، عايز اكلم وقت عشان يجهزوا فلوس. وبعدين؟ وكلمهم وقال في السكه في وشه في اللي بقى يكلمهم حاجات من دي. وبعدين؟ لغاية ما الحكومة جت اتخذت. كنتوا طالبين من أهله إيه؟ مليون. إيه؟ مليون. مليون إيه؟ 1,000,000 جنيه. 1,000,000 جنيه، ليه؟ فدية. فدية؟ كنتوا هتعملوا بيهم إيه؟ أهو كان